اهلا بيكم. شيء مأساوي جدا ان انت تسمع ان المياه البيضاء سبب لفقد الابصار. وطبعا المياه البيضاء انتوا هتعرفوا وتفهموا ان هو عتامه في عدسه العين الداخليه. عدسه العين ده شيء مهم جدا جدا، وكل اجزاء العين اساسا مهمه يعني. الرؤيه في وجود مياه بيضاء، وخصوصا ان هو بروجريسيف ديزيز، يعني مرض بيبدا بعدين يبدا يزيد، فالموضوع بتاع ان الرؤيه تتاثر بيبقى بشكل تدريجي، ولانه مرتبطه بالسن المتقدم فالمساله بتبقى تدريجيا. ان الانسان شوفه بصه بيقارن لك طبعا، يعني بيحاول يماثل تاثر الانسان عندما يكون طبيعي بانه بيجي له ميه بيضه، فبيعملها بالعدسه بتاعت الكاميرا. شوف قد ايه التاثر، الحياه بتبدا تتاثر بشكل كبير جدا. والناس كبار السن دول لازم نشيلهم على دماغنا. رؤيته بقى الساعة كام؟ التلفزيون شكله عامل ازاي؟ في ماتش بيحبه؟ نفسه يقرأ قرآن؟ نفسه يقرأ في كتاب؟ نفسه ان هو يعرف مثلا مكونات حاجة هو بيأكلها او بيتناولها؟ معاملاته في البيت، حياته ازاي، حركته؟ طبعا لو هو بيشتغل لسه هيتأثر بشكل كبير جدا. السواقة هتبقى في منتهى الخطورة بقى عليه وعلى الناس. المية البيضة موضوع مهم، وبعتقد انه احنا فكرة ان احنا ما مش عايزين نعمل عملية وسايبين الموضوع ومطنشين، او هاتلي شوف لي قطرة، انا مش عايز بس اروح لدكتور، انا عايز قطرة من الصيدلية وهي هتروقني وهبقى كويس. الافكار دي بقى خلاص عيب قوي ان احنا نقولها في 2021، عيب قوي. النهاردة هنفهم المية البيضاء، نفهم هذه العملية اللي أصبحت تعمل في دقائق معدودة، وأصبحت نسب نجاحها، أو هي من زمان على فكرة نسب نجاحها عالية جدا جدا، تكاد تصل إلى نسب نجاح مبهرة. النهاردة هنفهم كل ما يتعلق بالمية البيضاء مع ضيفي العزيز، واحد من سوبر ستارز هذا المجال، نجم متميز للغاية، حواره العلمي بيكون دقيق للغاية، ممتع جدا، تفصيلي في كل النقاط، توضيحي لكل الجوانب اللي ممكن تفكروا فيها فيما يتعلق بكل عمليات تصحيح الابصار او المياه البيضاء او غيرها. ضيف العزيز القيمه العلميه المتميزه الاستاذ الدكتور محمد برافو، استشاري طب وجراحه العيون وزميل كليه الجراحين الملكيه بانجلترا، المؤسس ورئيس مجلس اداره مستشفى بيرفكت فيجن لجراحات العيون والليزك، وعضو جمعيه الاوروبيه لجراحات الشبكيه والجسم الزجاجي، عضو جمعيه الاوروبيه لجراحات المياه البيضاء وتصحيح الابصار بالليزر، اسم المتميز للغايه. اهلا بيك دكتور. اهلا وسهلا دكتور ايمن، يعني منورني وسعيد جدا باختيارك لموضوع المياه البيضاء، واحد من اهم المواضيع. لكن ابدا بكلاسيكيه المشهوره، ما هي المياه البيضاء؟ اولا انا سعيد بلقائنا مع بعض، وان احنا نتكلم في موضوع حساس زي المية البيضاء، موضوع مشهور للأسف. الأسئلة واللغط اللي حواليه كتير جدا، فدي من الحاجات الحلوة اللي احنا نوضحها. الخطوة الأولانية زي ما حضرتك بتقول، إذا احنا فهمنا إيه هي المية البيضاء، دي هتبقى بداية إن احنا نفك الإشكالية الأساسية اللي عندنا. لو احنا شبهنا العين، قلنا إن هي شبه الكاميرا، عبارة عن عدسة أمامية أو إزازة أمامية زي اللي هي القرنية اللي بيعدي منها الضوء، دي البوابة الأولانية، وراها العدسة اللي بتاخد أشعة الضوء أو الصورة تركزها على مركز الإبصار. كل جزء من هذه الأجزاء لازم يبقى سليم 100% عشان نوصل لوظيفة الرؤية المثالية بالنسبة لنا. عندي أسباب كتير جدا بيبتدي يحصل فيها إن عدسة العين أو العدسة البلورية اللي ربنا سبحانه وتعالى خليها للعين بتبتدي يصيبها شيء من العتامة، ودرجات مختلفة من العتامة. مجرد ما ده يبتدي يحصل، بيبتدي شعاع الضوء اللي داخل جوه العين والصورة اللي بتتشكل جوه العين بيبتدي يحصل فيها ضعف، زي ما هنوصف لاحقا شكل الصورة بيبتدي المريض بيشتكي منها من إيه. ده باختصار شديد المية البيضاء. العملية سنية، هي مش مرتبطة بالسن لوحده، لأن احنا هنفهم ان انواع المية البيضاء الحقيقة عندنا كذا نوع. النوع الاكثر شهرة هو المرتبط بالسن، وبنشبهها الحقيقة للمريض، بنقول له المية البيضاء دي زي الشعر الابيض. زي ما احنا بنتقدم في العمر، اجزاء الجسم بتتقدم في العمر، عدسة العين بتتقدم في العمر. طيب في عندي اسباب تانية؟ الحقيقة، وبدأت
من كثرة ظهورها إن هي تتنافس مع المياه البيضاء الشيخوخية، وهو بعض الأمراض زي السكر أو مرض العصر. أول ما المريض بيتشخص إنه مريض سكر، بنبتدي العداد بيشتغل على عتامة المية البيضاء، لأن إحنا خلاص أيقنا إن في مرحلة ما هيتكون مية بيضاء. في حاجة اسمها مياه بيضاء تصادمية، واحد خد إصابة مباشرة للعين في حادثة عربية، حد اتحدف طوبة في عينه لا قدر الله، والكلام ده للأسف بنشوفه كتير جدا خاصة في سن الشباب بسبب المشاكل الخناقات اتخبط الحاجات دي، وإن كانت غالبا ما بتتكونش في ساعتها بس قدام بتظهر المية البيضاء. سبب تاني مشهور للأسف هي المياه البيضاء الخلقية، طفل صغير مولود عنده مية بيضاء. طبعا كل واحد من دول بعد الكشف الطبي الدقيق، وده المحور الأساسي بتاعنا عشان نحدد نوع المية البيضاء، لأن سؤال لطيف جدا بيجي لنا كتير جدا المستشفى دلوقتي، عيان يتصل بالكول سنتر، هو بكام عملية المية البيضاء عندكم؟ طبعا سؤال كوميدي شوية يعني، عشان نفك إشكاليته. المية البيضاء أنواع، وكل نوع ليه درجات، درجات المية البيضاء مختلفة، نوعية العدسة اللي أنا بحتاج أزرعها للمريض بتختلف على حسب سنه ووضعه ووظيفته وطبيعة حياته ونمط حياته، قصة دقيقة جدا وفيها تفاصيل كتيرة. طيب حضر المريض، لأن هي ليها حدوتة ظريفة جدا كده، حضر المريض الشكوى الرئيسية اللي بيشتكي بيها، أنا حاسس إن الرؤية ما عادتش حلوة. وإن كان الأكثر شهرة إن إحنا بنكتشف المية البيضة بالصدفة، طب ليه؟ المية البيضة غالبا بتصيب العينتين في نفس الوقت وبيتطوروا مع بعض بنفس درجة التطور، فالمريض مسكين جدا للأسف ما بيلاحظش المسألة دي غير غالبا لو الدكتور لفت انتباهه. إمتى يلاحظ؟ لو حصل تطور سريع جدا في عين قبل عين، ودي نادرا ما بتحصل. فيجي المريض أكشف عليه أقول له والله يا فندم حضرتك عندك مية بيضة، المريض يتخض، وأول ما بنقول له هنحتاج نعمل عملية في العين بيبتدي الكوابيس اللي المريض بيتخيلها، آلات داخلة ومشارط وجراحة ودم ومعرفش ايه، وهغطي عيني شهر واقعد في أوضة ضلمة. الحقيقة الحاجات دي عفى عليها الزمن. بيفتكر فيلم بتاع يعني قنديل أم هاشم بالظبط، في فيلم اللي هو عزة العلي لما غطى عينه فترة، رغم ان في الاخر العمليات كلها كانت ناجحة برضو في الوقت ده، كانت ناجحة، لكن الحقيقة كنا بنستخدم تكنولوجيا جراحية، وده اللي احنا دورنا الرئيسي نتكلم فيه النهاردة. خلاص احنا فاهمين يعني ايه مية بيضة، فاهمين ان انا خلاص ما دمت جالي مية بيضة لازم اعملها. طيب افرض انا ما عملتهاش وعفرت، ودي اشكالية رهيبة عندنا، المريض يقولك طب استنى لما المية البيضة تستوي، كارثة. زمان ما كانش عندنا غير العمليات الجراحية، فأنا كجراح محتاج ألاقي حاجة جامدة بعد ما أفتح العين أدخل ألاقيها أعرف أشيلها. حضرتك كانت المية البيضة دي بنخرجها زي اللي بتولد عيل بالظبط، ونخيط بعديها، وكانت قصة كبيرة وعملية طويلة وبتاخد ساعة، والمريض بيقعد بعديها شهر مش شايف. دلوقتي المحور الجديد بتاعنا هو دخول تكنولوجيا الفيمتو ليزر في علاج المية البيضة، أو اللي بنسميها الفيمتو كاتركت. النهارده فعليا مفيش مشرط بيلمس المريض، المريض صاحي جميل، الدنيا لطيفه خالص، نقطتين قطره مخدره وهو صاحي وسامع. اشعه الفيمتو ليزر بتنزل تفتت الميه البيضه، وانا دوري كجراح ان انا ادخل اشفط الماده اللي اتفتتت، وبنزرع عدسه. طيب العيان اول ما يسمع ان هزرع عدسه رعب تاني، يقولك العدسه بتشكني، مفيش حاجه اسمها بتشكني. العدسة أولا مزروعة في المكان الطبيعي اللي ربنا سبحانه وتعالى مخصصه لزراعة العدسة، وهو نسيج لا يستقبل الإحساس بالألم، وبالتالي طب العدسة دي بيرجع المية البيضة فيها أو بتعتم؟ مستحيل، دي عدسة معمولة من مواد عالية الجودة جدا، عمرها الافتراضي أطول من عمر البني آدم، بيعيش عمره كله، مستحيل يرجع له المية البيضة تاني. مع بعض لحد كده؟ طيب إذا إحنا جينا أهملنا قصة المية البيضاء، المية البيضاء عندي على 4 مراحل، ده الأساسي تقريبا بالنسبة لنا. المرحلة الأولى بتبقى تغيرات أو بنسميها تصلب في نواة العدسة،
وده غالبا بتابع المريض كل 6 شهور وبقول له، بتبقى لسه مش مأثره على النظر، بقول له حضرتك هتراجعني كمان 6 شهور. الدرجه الثانيه ببتدي اقول للمريض انت لازم تبتدي تتعالج، لان خلاص احنا دخلنا في مرحله جد، الرؤيه بدات تتاثر عندي وان كان المريض مش ملاحظ الفرق. درجة الثالثة غصب عنه لازم المية البيضة تتفتت. ليه؟ لأن احنا كده دخلنا في مرحلة عالية. إذا دخلنا في الدرجة الرابعة واللي هي اسمها المية الزرقاء، واللي إن شاء الله هنخصص لها وهنفرد لها حلقة كاملة ليها، احنا دخلنا في مشكلة كبيرة، وهو تلف في خلايا العصب البصري. إذا ده حصل لا قدر الله، الخلية اللي بتموت مستحيل ترجع تاني. يبقى النصيحه اللي انا الحقيقه دايما بقولها لكل المرضى ولكل المشاهدين، مجرد ما حضرتك تتشخص ميه بيضة، بعد اذنك لازم تبتدي تاخد الاجراء في علاجها. النهارده بقى التكنولوجيا ليزر، حضرتك بتعملها بفضل الله في دقيقه. انا بقول للمريض حتى من باب الدعابه كده معاه، بقول له انت ليك 1,000,000 جنيه معايا لو خدنا اكتر من دقيقه من ساعه ما اقول لك سمي الله. دقيقه المريض صاحي سامع، بنتكلم مع بعض واحنا بنعملها. طيب ما هي طبيعة حياة هذا الشخص بعد العملية؟ عايزين نمسح كل الأفلام اللي في راسنا لما نيجي نجاوب على السؤال ده. حضرتك بتدخل يوم العملية، بتروح تفطر الفطار الجميل بتاعك، مش محتاج المريض يبقى صايم لأنها بتعمل بمخدر موضعي. بندخل بنعمل الفحوصات الروتينية بتاعتنا، اللي هو مقاس العدسة بتاعنا، تحاليل الدم، الوظائف الكبد كده، تحاليل روتينية جداً. بندخل غرفة الليزر، نقطتين قطرة، جهاز الفيمتو ليزر، طبعا بندخل بيانات المريض فيه، والحقيقة المسألة دي بتستلزم شيء من الخبرة. بندخل البيانات، شكل نوعية المية البيضة، درجة المية البيضة، الحاجات دي كلها. الليزر بيبتدي يفتت لي المية البيضة، بنسحب المية البيضة، بنزرع العدسة. دي الفكرة العامة للعملية. وحتى العدسات هنفرد لها إن شاء الله حلقة كاملة لوحدها، نتكلم ايه هي العدسات وانواع العدسات واستخدامات العدسات، لان دي مسألة بتشغل جدا الناس وعايزين نفند المسألة تماما. طيب خلصنا العملية، هذا المريض انا بأصر دايما روح البيت دلوقتي، مارس حياتك كاملة بشكل طبيعي 100%. طب المفاهيم الغلط اللي موجودة عندنا في المسألة دي، المريض فاكر ان لو اتحرك العدسة هتتحرك، ممنوع يسجد، ممنوع يركع، ممنوع يوطي. لا، الحقيقة بالتكنولوجيا الجديدة ونوعيات البريميوم IOLs او العدسات الحديثة اللي احنا بنستخدمها، العدسة ثابتة ثبات عدسة العين الطبيعية. طب حضرتك انا المية البيضة هترجع لي تاني؟ ده ضرب من ضروب الاستحالة، مفيش حاجة اسمها كده اساسا. الحاجة الوحيدة التغير اللي بتطرأ بعد المية البيضة، ودي لازم بتحصل لكل الناس، جهاز المناعة أول ما بيشوف العدسة دي بيتعفرط، لأن هو شايف إن ده جسم جديد بالنسبة له، فبيكون عتامة ورا العدسة. زمان الفرق بين زمان والنهاردة، زمان كنا محتاجين عملية جراحية عشان أدخل أنظف العتامة دي، دلوقتي بنعمل حاجة اسمها تنظيف للعتامة بلياج ليزر، وده بقى لدرجة بقى روتين طبيعي جدا بعد العملية. في المتابعة الرابعة أو الخامسة بنعمل للمريض حاجة اسمها مسح عدسة. إيه مسح العدسة؟ جهاز عادي جدا موجود جوه العيادة، المريض بيحط دقنه عليه كأنه بيكشف، مع فارق إنه بيشوف ومضات من النور الأحمر، تاخد 3 ثواني تقريبا، ليزر بيفتت العتامة. طب السؤال المهم هنا، محتاج كل فترة قد إيه اجي عشان افتت العتامه دي؟ احب اقول للمريض مبروك، هي بتتعمل مره واحده في حياتك ومستحيل تتكون تاني، لان طلع الفتره الاونه الاخيره، وللاسف انا شفت ده كتير، مرضى كتير جدا سمعت ده انا لازم كل فتره اروح للدكتور عشان امسح العدسه. طبعا ده هزار، مفيش الكلام ده، بتعمل مره واحده في حياتي. طيب انا عملت العمليه دلوقتي، امارس حياتي ازاي؟ انا عايز حضرتك تمارس حياتك بشكل طبيعي جدا، اخرج وانزل سوق العربية، اسجد، صلي، استحمى، اتوضى، اركع، اعمل اللي انت عايزه. العب كورة؟ نلعب كورة. لو الراجل بيلعب عنده رياضة بيمارسها يمارسها عادي. عادي جدا، بروح الجيم، بنزل سباحة، عادي جدا. الفكرة بس ان الاسبوع الاولاني بطلب من المريض عشان مكافحة العدوى،
ما تفركش في عينك، ما تدخلش ميه جوه عينك. طب انا هنزل اجري، هلعب كوره، العب كوره. طب ايه الاحترازات اللي اخدها اثناء لعب الكوره اللي اي شخص طبيعي هياخدها؟ مش عايز الكوره تلبس في وشي، بس اللي هو بقولها للشخص الطبيعي تلبس في عيني يعني. بالظبط، بنقولها للشخص الطبيعي اساسا. يلعب مع ناس عاقله. يلعب مع ناس عاقله. والله يلعب مع ناس او ما يوقفش حارس مرمى في سنك. وما يوقفش حارس مرمى يعني قفل. بس دي من باب الهزار، اللي عايز يوقف حارس مرمى يقف. لا انا اقصد، ما هو اصل يعني الرياضات عموما متوقفه على مين هيلعب معايا في الرياضات الجماعيه. لازم يكونوا الناس هاديين شويه، مش شباب يعني، كل واحد يلعب مع الكاتيجوري العمري بتاعه يعني. بالظبط، ده الكلام اللي لازم نحطه في الاعتبار، لانه في افكار غلط كتير عن العمليه دي. احنا بنقعد نسمع كميه افكار غريبه عن المساله، في حين ان المساله بقت اسهل ما يكون، لدرجه ان انا عايز اقول لحضرتك المريض بعد ما بيعمل العين الاولانيه هو مش مصدق انه خلص، فيقول يا دكتور محمد احنا كده خلصنا. اقول له والله احنا كده خلصنا، يعني احنا فعلا ما فيش. هقول له حبيبي روح انا خلصت. بس الحته اللي احب احذر منها دايما، ودي برضو ظهرت في الاونه الاخيره، للأسف بقت العينتين بتتعمل في نفس السيتنج نفس اليوم، ودي كارثة خطيرة جدا. نفهم، وممنوعة دوليا وممنوعة قانونا ومحليا وكل حاجة. ممنوع العينتين يتعملوا في نفس اليوم، ده كارثة. ليه؟ أولا هو من باب مكافحة العدوى. أنا ما عنديش سبب كطبيب يملي عليا أن أنا أعمل لحضرتك العينتين في نفس اليوم. ليه؟ يعني هل هي المسألة مسألة استعجال؟ طب نعمل الأولانية ونطمن عليها، تاني يوم ممكن نعمل التانية، تالت يوم ممكن نعمل التانية. فعشان كده المرضى لما بيقول يسألوني يا دكتور محمد احنا عايزين نعمل العينتين في يوم واحد، أو سألنا فلان أو علان أو الكلام ده نعمل العينتين، بقول له مستحيل هوافق على حاجة زي كده. سؤالي بقى اللي بيفرض نفسه الأخير المهم جدا، الناس اللي بتهمل في علاجات المية البيضاء بتطنشه وبتعيش حياتها، يقول لك انا لا مش عايز اعمل عمليه، والنبي ما تكلمنيش عن العمليات، ممكن يحصل لهم ايه؟ كارثه. الناس لا زال عندها ثقافه استنى لما المايه البيضة تستوي. واللي بيدي حتى نصيحه زي دي للمريض هو غالبا بياخدها من حد غير طبيب، واذا خدها من طبيب هيبقى اللي احنا بنسميها المدرسه القديمه الاولد سكول، اللي هو لا زال بيشتغل جراحه مش بتكنولوجيا الليزر خالص. طيب انا اهملت، ايه اللي هيحصل لا قدر الله؟ بتبتدي تتحول من ميه بيضاء الى ميه زرقاء، او اللي هي الجلوكوما باختصار شديد قبل ما نتكلم عليها لان دي ليها حلقه لوحدها. هي ارتفاع تدريجي في ضغط العين يخنق العصب البصري، وتبتدي الخلايا تموت، يحصل دي جنريشن للعصب البصري. الخليه الواحده اللي بتموت عندي من العصب البصري ما بترجعش تاني، وبالتالي المريض عشان حبه خوف ليس لهم اصل في الحقيقه انتهى بفقدان بصر تام. فدي قصة مرعبة جدا. حضرتك اتشخصت مية بيضة، لازم تبتدي ترتب نفسك انك هتعالج المية البيضة. الحاجة التانية، اذا انا فهمت ان المية البيضة ده مش مرض، هو شيء جزء من الشيخوخة بتاعتي، زي ما بيطلع لي حبة شعر ابيض بيجي لي مية بيضة، وكل الناس فوق سن الستين دلوقتي بنبتدي ندور احنا كدكاترة على المية البيضة، لان في الغالب 90% من الناس بيجي لها ميه بيضاء بعد سن الستين. لازم ناخد بالنا من هذه النقاط المهمه. الميه البيضاء ظلمت عبر تاريخ الثقافه والفهم، ظلمت ظلم بين. انا فاكر وانا من كام سنه كده تفتح التلفزيون تلاقي جايبين واحد في التلفزيون والله نصاب يقول لك انا اخترعت قطر الميه البيضاء. طب انت يا ابني اخترعت قطر الميه، في حاجه اسمها قطر الميه البيضاء في العالم كله؟ مفيش قطر الميه البيضاء. حاجة كده بيفكرني والله بفيلم اتعملت في الفيلم جميل جدا، فيلم بتاع تقريبا كان أحمد حلمي عامل فيه رضا، اسم رضا، وكان من ضمن الأساليب النصب بتاعه اسمه كده رضا. فعمل جاب قطرة كده حط فيها مية وراح لدكتور عمل عليه اشتغال ان القطرة ديت بتعالج، لما كانوا توائم ثلاث توائم. ما فيش حاجه اسمها قطره بتعالج الميه البيضاء، ارجوكم صحصحوا للنقطه دي. واللي يقول لك انا اخترعت قطره بتعالج الميه البيضاء تعرفوا ان هو نصاب. الميه البيضاء تعالج وتفهم كما شرحناها الان بالتفصيل بكل نقاطها اللي غطت جوانب متى تعمل الميه البيضاء الان، طريقه العمل، في نقاط مهمه جدا
اتقالت في وسط الكلام لكن ليها تفريد لوحده وهي الخاصه بالعدسات، ماذا يحدث عندما تترك المياه البيضاء بدون علاج كمضاعفات؟ كل ده لازم تفهمه بشكل واضح، والتكنولوجيا المتقدمه جدا اللي طرحت النهارده دي اكيد غيرت مفهوم الناس عن المياه البيضاء. ضيفي العزيز القيمه العلميه المتميزه والاسم اللامع واحد من نجوم هذا المجال الاستاذ الدكتور محمد برافو، استشاري طب وجراحه العيون وزميل كليه الجراحين الملكيه بانجلترا والمؤسس ورئيس مجلس اداره مستشفى بيرفكت فيجن لجراحات العيون المبيضاء لجراحات العيون والليزك، وعضو الجمعيه الاوروبيه لجراحات الشبكيه والجسم الزجاجي والجمعيه الاوروبيه لجراحات المياه البيضاء وتصحيح الابصار بالليزر. نورت الدكتور. نورك دكتور، ربنا يحافظ على عينيكم ويخليكم دايما معنا.